بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أيضا ناداهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى معنى من يرتد منكم عن دينه، ربنا هيجيب عوض عنه قوم لا يكونون أمثالكم. كلام واضح. يبقى اللي يرتد لا يفهم أنه سينقص جند الله واحدا، لأن الذي أذن لشرعه أن ينزل على رسول ونبي خاتم مش ممكن حيجعله تحت رحمة أن يظل الناس مؤمنين ولا يكفرون. يبقى إن مشتم يبقى ربنا إيه؟ حيجيب غيره. طالما الآية دي فيها أسلوب خالف آية البقرة في الوجه الإعرابي، لأن الحق يقول هناك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن قتال في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هنا يقول ومن يرتدد، في الآية اللي معانا يقول إيه؟ من يرتد. أسلوبين اتنين مختلفين. الحكمة العليا في أن الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى، إلا أن وجه الإعراب فيها يختلف ليدلنا على شيء، وهو أن القرآن نزل للناس كافة. قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة اسمها لغة تميم ولغة الحجاز. لغة تميم ولغة الحجاز مختلفين في الكلمة اللي فيها تضعيف. تضعيف يعني حرفين اتنين من شكل واحد. يرتد فيه دالين اتنين، أصلها يرتدد، يرتد يعني ايه؟ مش يبقى اصلها ايه؟ يرتدد. يرتدد دي فيها مثلين، مثلين النطق فيهم صعب. يقوم اللغه قالت لما يجي مثلين نعمل ايه؟ نحاول اننا نضغم مثل في مثل. اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين. يبقى من يرتدد دي إد. من يرتدد الدال الأخرانية ساكنة عشان من الشرطية، لأنها بتجزم فهتبقى ساكنة ولا مش ساكنة؟ طيب والأولانية أصلها مكسورة وهم مثلين وأنا عايز أضغم، والإضغام يتطلب إسكان الحرف الإيه؟ الأول، والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه من يذاكر ينجح، مش كده؟ طب من يرتدد
يبقى الدال عليها ايه؟ سكون. والدال الاولانيه كانت مكسوره. لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام سهل. علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن. الله الله لمين اهم مثلين، نقوم الحرف الاول يبقى ايه؟ ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه؟ التاني. طب لكن ده الحرف الثاني ساكن، وهل يلتقي ساكنان؟ ما يلتقيش ايه؟ ساكنين. يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام، خلاص. وبعدين والساكن الثاني، الساكن الثاني هو اللي طرق بقى، وما دام هو اللي طرق نصرف فيه. نعمل ايه؟ نحركه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يبقى نضعف ولا لا؟ نقول ايه؟ من يرتد، من ايه؟ يرتد سكنه. ده بقت الفتحه جت عشان ايه؟ بدل السكون اللي هو بتاع من، لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك انا مره جالي سؤال يقول ازاي القران يقول فيه من يرتد، من من يرتد بالنصب. خدوا بالكم من يرتد ازاي تيجي بالايه؟ بالفتحه يعني النصب. هو بيقول عليها النصب، هي مش فتحه نصب. بيقول مع ان من، اما ان اللي بيسال فاهم، بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يتكون شرطي. فإن كانت اسم موصول يبقى من يرتد، الذي يرتد لأنها صلة الموصول تبقى بالضم ولا لا؟ وإن كانت من شرطية تبقى إيه؟ ساكنة. نقول له أنت غفلت عن أن قبلها ساكن للإدغام ولا يلتقي الساكنين، فتخلصنا من السكون بالفتحة عشان ما يلتقيش إيه؟ ساكنين. أنت ظنتها فتحة نصب، لا، ده فتح التخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي فك ولم يدغم في آية البقرة قال ايه؟ من يرتدد، يرتدد، ساب الاولانية مكسورة وجاب السكون على مين؟ بدليل انه لما عطف الف يمت، فيموت مكزومة، الفاء عطفة، يبقى يموت على ايه؟ مكزومة، فيموت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل، جوابه ما جاش هنا فعل ولا عطف، ان الجملة هي اللي هي اللي جواب الشرط. فسوف يأتي الله، فسوف لو قال ايه؟ من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم. كنا فهمنا ان ديك ايه؟ انها شرطية. ومدام جزمنا بحذف الياه يبقى معنى يرتد ان الدية الدال دي مش فتحة ايه؟ مش نصب، ولكنها تخلص من التقاء الساكن. ايه السبب بقى في انه يجيب اية كده واية كده؟ القرآن صحيح نزل بلغة قريش، وقريش كانت لها السيادة، وانتوا عارفين السيادة جاية منين؟ ما فيش قبيلة في العرب تقف أمام قريش، ولذلك كانت الرحلة بتاعتهم لليمن ما حدش يتعرض لها، رحلتهم للشام ما حدش يتعرض لها. ليه ما يتعرضوش لها ليه؟ أم قال لك لأن أصل قريش عندهم البيت، بيت ربنا، وبيت ربنا بيحج له كل عربي، فيوم ما يعملوا أي حاجة في قوافل قريش لما يجوا يحجهم. إذن اللي عمل لهم المهابة إيه؟ البيت. فبيقول لهم يجب أن تحافظوا على مين؟ على البيت ده، لأنه هو اللي عمل لكم الإيه؟ المهابة. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى في سورة الفيل أما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اللي جايين يهدموا مين؟ الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ليه عمل الحكاية دي بقى؟
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فأكنه حافظ لكم على البيت عشان تضل لكم رحلة إيه؟ الشتاء، لأن لو انهدم البيت ده اللي عمل لكم السيادة يكلوه في الرحلتين دول. لإيلاف، فجعلهم كعصف مأكول ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. وما دام الحكايه معموله كده عشان خاطركم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. اذن فقريش اخذت السياده، واخذت السياده ايضا في اللغه، لان كانت الاسواق كلها بتنعمل عندكم، اسواق عكاظ، كل شاعر عنده قصيده كويسه، كل واحد عايز يخطب، كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة. فأخذت قريش اللغة الايه؟ المصفاة المنتقاة، لأن كل شاعر هيقول قصيدة بيجيب أحسن ما عنده، كل واحد هيخطب بيجيب أحسن ما عنده، تبقى أذن قريش بتسمع ايه؟ أجود الأشياء، فاللغة اللي عندهم تبقى ايه؟ ولذلك لما جم للكتاب قال له إن اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغة مين؟ قريش، لأنها واخدة من اللغات ايه؟ أحاسن اللغات كلها. بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الأشياء، ولذلك انتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الإعراب يقول لك ما حجازية ولا تميمية، يعني بتعمل ولا ما بتعملش. مثلا اهي هنا بقى قبيلة، يعني مختلفين في الآيتين دول. انا فك انه نقول يرتدد ولا ندغي نقول يرتد، فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهن على أن القرآن مش جاي عشان يدي سيادة لقريش، يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين أن القرآن ده لمين؟ للعموم كله، للعموم كله. فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا، اقرأ بقى كده. طب من يرتد منكم عن ديني، من يرتد منكم عن ديني، كان ديك قال ايه؟ فيموت وهو كافر حنوديه من في داهية، خبر. لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة، ده هنجيب بدالهم ناس، يبقى كلام له واقع جديد قبل أن تقوم القيامة. من الذي يستطيع أن يتصور أن إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية لسه حتيجي ويجازف بها إن لم تكن ستقع؟ مش قال يأتي، يمكن لما يقول لك إيه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم، يمكن عارف إن فيه ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجة، أم قال لك ده فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان؟ الله، الله هو اللي يتحكم. قول حيجي، لأنه لو قال حيجي وبعدين انتظروا الناس ارتدوا وبعدين محدش جه، ماذا يكون الأمر؟ الناس تنصرف عن الحكاية ولا لا؟ يبقى لا يمكن أن يجازف محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم أيأتي قوم غير المرتدين أو لا يأتون. يبقى ما كانش ده جاي من ربنا، اللي يملك أنه يقول أنه حيجي يبقى ما كانش يقولها قضية كونية عشان تفتح قضية الدعوة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله، هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك الشعر العربي قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. وهم المحبين شقوا ليه؟ لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه، يقعد يعيط طول عمره، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لكن إذا قلت يحبهم إن هو اللي يبقى سابق. نعم، حب الله هنا في الآية سابق، حب الله سابق وبعدين هم إيه يحبوه. قال لك إيه؟ لأن دي صفة انكشاف للعلم، صفة انكشاف لإيه؟ للعلم.
علم انهم هيتجهوا ليه فاحبهم، فلما جم عملوا بالفعل ما يجعلهم يحبوا. مفهوم؟ يحبهم. وما هو الحب؟ هو ودادة القلب، ودادة القلب. احنا قلنا في ودادة القلب دي فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل، ولون آخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة. ازاي؟ قال لك مثلا لما نروح لطبيب ويوصف لنا دواء مر غير مستساغ، اللي موصوف له الدواء المر ده بيدوخ في الأجزخانات على ما يلاقيه ولا لا؟ وإذا لم يجد في الأجزخانات يصر ممن يأتي له يقول ده أنا جبت لك من بره، ويبقى مبسوط ولا لا؟ أيقبل على الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ ليه؟ لأن الحب العقلي هو إيثار نافع، إنما الحب العاطفي ملوش. أنا أحب ابن الغبي مش كده؟ بحبه بعقلي ولا بعاطفتي؟ وبحب ابن جاري الذكي بعقلي. يبقى في حب عقلي وحب ايه؟ حب عاطفي. لما يجي بالنسبة لربنا ما تقولش عقلي ولا عاطفي، إنما يحبونه أي بعقوله. وقد يتسامى الحب إلى أن يصير بعاطفته، ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم أشياء في ظاهرها شر، يوم يفضل يحب، يفضل إيه؟ يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من إيه؟ من عقله لإيه؟ لعاطفته. سيدنا عمر اتحل معه الإشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسي. ما هو ماله؟ قال له لا، أنت أحب إلي من ماله ومن ولدي، إنما نفسي. فأعادها رسول الله، قال له أنا أحبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجة، إنما عن نفسي أعادها رسول الله. فلما علم عمر أن رسول الله يؤكده، علم أنه الحب العقلي، وتكلم عن ده في الحب العاطفي، الحب الإيه؟ فكأن عمر فكان فهم إن الحب المطلوب حب إيه؟ وما علم أن الحب العاطفي لا يكلف به، إنما الحب العقلي هو مين؟ قال له الآن أحبك عن نفسي. ما هو فهم، قال له الآن يا عمر الكمل إيمانك يعني. يبقى إذن يحبهم بالنسبة لله لا تقل فيها عاطفي وعقلي، خلاص. والمراد بالحب الإله دوام فيوضاته على من يحب، دي في دنيا، وفي أخرى يلقاه في أحضان نزوله ونعمه، مش كده ولا لا؟ ويتجلى عليه برؤيته الحسنى وزيادة. قالوا الزيادة هي قال لك إنك تشوف المحسن، إنك تشوف الإيه؟ تشوف المحسن. طيب يحبهم ويحبونه، كان كلمة فسوف يأتي الله، اعرف إن دي من إعلامات النبوة التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله. ليه؟ أم قال لك لأن حصل زي ما قال ربنا تمام، وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين، قوم ارتدوا على عهد رسول الله وقوم ارتدوا على عهد أبي بكر، ومنهم من ارتد على عهد عمر. حين تنظر إلى فسوف تجد امتداد زمن، امتداد زمن، قال لك امتداد زمن ما دام شامل ناس في عهد رسول الله وناس في عهد أبي بكر وناس في عهد مين وناس في عهد عمر، ووقع فأنهم ارتدوا بالفعل.
أول ارتداد بقى كان في اليمن. كان في إيه؟ في اليمن. طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أخريات أيامه، وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على اليمن، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كاهنا اسمه ذو القمار أو ذو الحمار، يعني يا إيه، وصحيح كان له حمار بيركبه. الحمار ده الراجل ده كان مروض ورياضة زي من رب القرود يعني كده، يقول له كف فيقف، سر فيسير. ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ اهو عمل دي معجزة. او كان هو ذو الخمار ويلبس برضه خمار كده ويلف راسه بيه. من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوة لم يطالبه من يتبعه بأمارة صدقه في النبوة، مع ان اول حاجة في من يقول انا نبي اننا نقول له ايه؟ معجزتك ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لا تجدها في مرتد ابدا. الله، ليه؟ ايه الحكايه؟ اشمعنى كده؟ بمجرد ما خرج كده وقال انا نبي ما قالولوش معجزتك ايه في صدق البلاغ عن الله؟ قال لك طب ودي ايه الحكايه دي ازاي؟ مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه؟ تيجي المعجزه. طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه؟ دعوه كده بدون. قال لك ازاي؟ قال لك خذ المعنى النفسي بقى هو. التدين امر فطري، امر ايه؟ فطري. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له يا قليل الدين. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له ايه؟ يا قليل الدين. ولذلك المبطلين يقول لك ما انا على دين، مش قادر يتصور انه ما يبقاش له دين. ولذلك ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فكأن الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين. طب امال ايه اللي بيخلي، ما دام الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له دين، ايه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك لان الدين مش بس كانوا يقول انا امنت وبتاع، ده فيه التزامات وتكاليف. اللي بيخلي الناس تخاف من الدين ايه؟ مشقة التكاليف. خلاص؟ فلما يجي واحد يقول أنا نبي والمعجزة بتاعته نقول لهم أنا خففت عنكم الصلاة، خففت عنكم الزكاة، أبحت لكم أنكم تبصوا النسوان بعض. الله، قال لك أما ده دين حلو أوي، يبقى رضاني بأنني إيه؟ بأنني متدين، وريحني من جهة التزامات التدين. ولذلك انت تتعجب للي بيدعوا النبوة حتى في العصر ده. ما فيش واحد من المثقفين وقف قدامه قال له طب ما معجزتك؟ ولا حد قال، انما قال له ما منهجك؟ خلاص، قال له الصلاة والصيام والكلام ده خفافي، النسوان تشوف بعض وما فيش منع، ده يبوس دي وده يبوس. الله الله الله، ده دين حلو ده، اهو ده الدين كويس ده. يقوموا يذهلهم عن انهم يطالبوه بايه؟ بالمعجزه. كل اللي ادعوا النبوه من هذا الشكل. ولذلك تجد كل مدع للنبوه منهجه مخفف، مش منهج جاي صعب، ده جاي ايه؟ جاي خف. واحد خفف الزكاه، وجت سجاح خففت الصلاه، مش كده ولا لا؟ وواحد خفف الربا. الله الله الله، يبقى ده دين كويس ولا مش دين؟ يبقى إذن اللي بيدعوا النبوة ما فيش واحد ممن ادعوا النبوات عندهم قال له ما معجزتك، مع أن دي أول حاجة. أدي واحد. طب أمال ليه؟ أم قال لك لا، لأنه بيجي يسهل المنهج، وما دام يسهل المنهج يبقى أرضى النفوس اللي مش قادرة على مشقة المنهج،
بأن تكون متدينة ولا فيش صعوبة في المنهج، لأن المسألة إيه؟ ماشية وياهم. يجي واحد زي بتاع اسكندرية وبعدين يقول المسألة فيش إيه والنسوان تبقى إيه وده يبقى إيه، وتلاقي مثقفين تبعوه. ليه؟ لأنهم عايزين الدين ويبقى هايس، دين ويبقى إيه؟ كذلك من الأول. فجيه ذو الخمار أو ذو الحمار وهو كاهن وادعى بقى النبوة في عهد رسول الله، فكتب سيدنا معاذ بن جبل إلى سيدنا رسول الله فقال له قم في الناس واخطب فيهم وبين له كذا وبين كذا وبين كذا وبين كذا. قام معاذ بن جبل وقام في وجه هذا الرجل اللي بدعي النبوة، وناس تبعوه وارتدوا عن في عهد النبي. وبعد ذلك شوف بقى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. يقوم يجي يدخل عليه واحد ديلمي اسمه فيروز ويدخل عليه فيقتله على فراشه. المسألة مسافة بين اليمن وبين المدينة كتير، فرسول الله في ليلتها يقول قتل الدجال بيد رجل مبارك في هذه الليلة. وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم، ثم يأتي الخبر في آخر الشهر أن مين؟ أن مدعي النبوة قد قتل. فذلك من إيه؟ من إعجازات القرآن وإعجازات النبوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.